ظاهرة وجود السيارات ذات الموديلات القديمة الملوثة للبيئة والتي أصبح لا يخلو منها أي شارع من شوارع مدينة الموصل، وهي تسير مخلفة وراءها سحبة من الدخان الكثيف الملوث للبيئة ولصحة الإنسان، تحديدا في منظر منفر يتنافى وأبسط مظاهر المدنية والحضارة والنظام. لمن أراد أن يشاهد أرتال السيارات القديمة الملوثة للبيئة، ما عليه سوى أن يتابع حركة السير في الشوارع ليرى أنواع التلوث الذي يتكرر يوميا عندما يحل المساء. ولتسليط الضوء على واقع النقل المتردي والسيارات القديمة، التقينا بالسيد فخري علي مصطفى، عضو نقابة النقل في اتحاد نقابات عمال محافظة نينوى، والذي حدثنا قائلا: واقع النقل ليس بالمستوى المطلوب. نعم. لأن السيارات قديمة، جراجات مقفلة. نعم. تعويض سيارات ماكو، تسقيط. نعم. وتعويض. نعم. وبنفس الوقت السائق يعاني، عدم ما يوجد شغل لوا، يعني ماكو شغل. نعم. لأن التحميل عشوائي، الجسور ازدحام، يعني كل هذه تقصد تأثر على واقع النقل بالمدينة. واقع النقل بالمواصل. زين، أنتم كنقابة نقل بالتأكيد أنتم يعني عملكم بتماس مع السائقين، مع نعم خطوط نعم النقل. نعم. يعني شنو الدور اللي تلعبوه حتى تخففون من هذا؟ لو السيارات ترجع للجراجات مالها. نعم. الأصلية. نعم. ويصير يعني عمل منتظم للسيارات. نعم. والسيارات تكون تحمل بانتظام. نعم. لا أكيد يعني. نعم. يرجع الشغل مثل الأول وأحسن. طيب أنتم كنقابة نقل عندكم علاقات مع هيئة النقل تتقون بهم، تحاولون أنه مثلا تخففون بعض الإجراءات، بعض المشاكل؟ عملنا تقريبا مشترك. نعم. والهيئة تعمل جاهدة لتكملة جراجاتها ولفتح الخطوط. نعم. التي أقفلت بسبب ما مرت به مدينة المواصل. نعم. طيب نعم تفضل. بسبب ما مرت به مدينة المواصل حاول دائما يفتحون خطوط، والخطوط بازدياد إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. طيب سيد فخري، هذه السيارات المتهالكة، الكوسترات، الكيات، أكو سيارات قديمة بالشارع. نعم نعم. هذه ليش ما يعني تسقط حتى يجي أسطول جديد حديث، المواطن يرتاح، تعرف اغلبها كراسي مكسره مكان. المفروض يعني الدوله او البرلمان يقر. نعم. انه السياره لحد موديل كذا تتسقط ويعوض السائق. نعم. حتى لو بالترتيب يعني يعوض سياره بالترتيب. نعم. لان ظرف السائق تعبان. نعم. وما يقدر يبدلها. نعم. حاليا ما يقدر يبدل سياره وياخذ سيارات سعرها عاليه. نعم. لكن لو يسقطون السياره اللي باسم السائق ويعوضوها على شكل أقساط. نعم. ممكن يعني. يعني ممكن يجي أسطول جديد بعد أسطول جديد تسقط هذه السيارة. تسقط هذه السيارة. تنتهي ويعني طريق الشركة العامة للسيارات. وأكيد عن طريق أكيد تنطي جمالية للمدينة. نعم. السيارات الحديثة. نعم. وتنطي سيابية. نعم. للخاط. هاي السيارات تعبانة، موديلات 40 سنة عمارها. نعم. سيد مجد، قصة لك انت سائق كوستر؟ والله قديم، انا سائق كوستر قديم يعني تقريبا 20 سنة. لا او 15. ايوه. زين، شو نشوف واقع النقل بالموصل؟ والله واقع النقل ما بي شيء، بس الشغلة شغلة خدمات يعني مال النقل ما عندنا. شنو الخدمات؟ ايش تقصد بالخدمات؟ الخدمات مثل الهيئة ماكو، يعني مثل تان نرجع على مثل باب الطوب عمود الساحات. نعم، يعني تقصد جراج باب الطوب ما مفتوح؟ جراج ما عندنا احنا. ما مفتوح. احنا بالشارع يعني وضعيتنا بالشارع، يعني وين ما تقف تقاطع يعني شغلتنا مو. نعم. مو قانونية. يعني مو جراج رسمي. ما عندنا جراج رسمي. زين. شغلتنا عبالك تاكسي، واحنا سايق كوستر تعرف نجي من حي الرافدين الى نبي يونس، وشغله يعني نعبر جسير وازدحامات. نعم. واسال نفر يتاخر واحنا همين انت بهدل. نعم. ولهذا اذا تجي ساحات على بلاي من ترجع الساحات. نعم. يرجع خط منصور وادي حجاب. نعم. خط الزنجيلي. نعم. يرجع الخطوط مثل ما هي يعني. سيد راكان، رحب بيك معنا بقناة الموصلين. اهلا وسهلا بكم. راح سيد راكان، كيف تقيم واقع النقل بمدينه الموصل؟ هاي الكوسترات تعبانه كيف؟ والله استاذ العزيز، واقع النقل في الموصل تعبان. اولا كوسترات تعبانه، اغلبها جاماتها مكسره، يعني الشخص من يصعد يعني بهذا البرد يعني يموت من البرد. تعبانه سيارات تعبانه.
ثاني شيء يعني ماكو مكان يعني جراج مناسب للسيارات. نعم. ازدحام الشارع هسه شوف انت هذا الشارع ايش قد مزدحم. نعم. يعني ازدحام فرد نوم. نعم. ما عندهم جراجات. ماكو جراجات. نعم. ماكو جراجات خاصه للسيارات. ماكو جراج يمكن يتنظم السرات. ايه تنظيم ماكو. الأمور. نعم. زين هاي الدخان المحركات التعبانة. هاي دخان المحركات يعني هسه اغلب الناس يعني من هذا الدخان يعني ما اقول اللي عنده ربو ما يقدر يقف فيه. نعم. يعني حتى الاطباء يعني يقول لك هذا جاي يسر على لا صدر لا الانسان لا والله على مشاكل صدر على لا ما لو يعرفون هذا الشيء يعني كان اهتموا بهالشيء هذا. زين سيد راكان انت متركب بالكوستر بالكيه ترتاح بهاي الكراسي التعبانه؟ لا والله ماكو اي نوع من الراحه. شنو الحل برايك؟ الحل يعني يريد انه يوفرون سيارات نظاميه، سيارات مريحه، مكان جراج مناسب للسيارات بحيث انه الشخص من يجي ما يروح على كوستر قسم من السيارات القياره بالشارع ذاك واقفه. لا يعني يروح يدور لي غادي سيارات، لكن يعني اذا جراج نظامي يجي على الجراج يعرف السيارات هاي. تقصد يعني هاي السيارات القديمه تتسقط تجي مكانها حديثه؟ سيارات حديثه نعم. نعم. سيد فخري جنابك تشوف يعني انه اغلبها دخانها صاعد طبعا محركاتها تعبانه طبعا تاثر على صحه الانسان طبعا لان اعمارها موديل 79 و80 نعم. التي قاعد تعمل نعم. يعني عمرها فوق ال 40 سنه نعم. لكن الظرف اللي يمر به السائق ما يقدر يغير السيارة لأنه تعرف مصدر رزقه هذا مصدر رزقه ما يقدر يستغل ظروف مقيدة يعني ما يقدر يتوسع بالضبط بالضبط. زين أنتم معالجاتكم كهيئة نقل العفو نقابة نقل يعني بالتأكيد عندكم رؤية تريد تغيروا في الشيء؟ والله إحنا معالجاتنا إحنا محامي السائق نعم. فالسائق حاليا إحنا عنصر أنه يشتغل لأنه تعبان نعم. وما عنده إمكانية يبدل سيارته نعم. فإحنا ساندين ويشتغل يعني نعم. اما ما عندنا صلاحيه نعم. نجيب له او ننطيه او كذا نعم. هو احنا ما نريد يعني النقابه تجيب له لكن بالتاكيد عندكم فرد تخطيط عندكم فرد دراسه عندكم رؤيه حتى نغير هذا الواقع. الدراسه بيد وزاره النقل والمواصلات نعم. هي كلها وزاره النقل والمواصلات نعم. وارتباط الهيئه نعم. زين هذه السيارات بعصر السبعينيات مثل ما قلت جنابك 40 سنه اكثر هذه يعني تعبت تعمل بالخطوط مستهلكه نعم. مستهلكة نعم. مستهلكة نهائيا وخارجة عن الخدمة نعم. لكن سبب الظروف نعم. نرجع نقول نعم. سبب الظرف اللي يمر به البلد نعم. وتمر به محافظة نينوى بالذات لازم يشتغل يعني لأن السائق تعبان نعم. يعني تشوف أنه يصلح بالسيارة يحاول يعمر محرك يغير شيء لكن قشرها تعبان حسب الحالة الموجودة يعني نعم. الممكن نعم. يشتغل بالممكن نعم. الأستاذ شفاطة عزيز رئيس اتحاد نقابات عمان نينوى نرحب بك معنا في برنامج تحقيق في قضية من قناة المصلية. حياكم الله. أستاذ شفاء يعني أنت رئيس اتحاد نقابات بالتأكيد عندك عمل وتماس مباشر مع كافة شرائح المجتمع العمالي. واقع النقل كيف تقيمه النقل الداخلي في مدينة المصل؟ تقييمك له كيف؟ يعني أريد بس توضيح لي سؤالك نعم. طبعا يعني تقييم النقل انه السيارات نعم كسيارات متهالكة كواقع نقل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر قناتكم قناة المنصرية قناة نينوى هي قناة ابناء نينوى لتظهر كل حقائق اهل نينوى من خلال شاشاتها المبجلة. طبعا انتم تعلمون والجميع يعلم ان محافظة نينوى مدينتنا العزيزة علينا هي دخلت حرب يعني وبعد الحرب كل مدينة تدخل حرب أو بلد تدخل حرب أكو بعض الأمور اللي يصير بها يعني إخفاقات في العمل. إحنا منذ زمن طويل إنه سياراتنا اللي هي تشتغل خط ضمن خط الداخل هي تعبانة ومتهالكة وكان أكو نظام للدولة أيضا إنه هذه السيارات تسلم وتسلم إلى أصحابها سيارات جديدة لنقل الركاب. طبعا المواطن يحتاج إلى سيارة نظيفة تنقل من مكان وإلى مكان آخر بها تدفئة بها تبريد بها كشن يعني تقصد اسطول حديث مصطبة حلوة نعم. انه احنا نلاحظ بعض الامور بعض يعني سيارات كثير من السيارات ما القليل انه حتى كشناتها مستهلكة وتعبانة وجاماتها مكسرة ومخلين كارتونة نعم. وهي السيارة بحد ذاتها منظرها غير لائق بالشارع الموصلي طبعا نعم. طيب استاذ الشفاء يعني دوركم كاتحاد نقابات عمال كنقابة نقل
في تطوير هذا بالتعاون مع هيئة النقل؟ كتبنا للاتحاد العام، العفو، كتبنا للاتحاد العام لمراجعنا، ومراجعنا أيضا كتبت إلى مجلس الوزراء يمكن حسب اعتقادي حول هذا الموضوع، أنه السيارات المتهالكة التعبانة اللي ما تستطيع أن تعمل ضمن برنامج المحافظات، كلها محافظات العراق، أنه تستهلك هذه السيارات وتسقط وتعطى سيارات جديدة لأصحابها وبالتقسيط المريح هذا، حتى السائق يرتاح، هو سيارته قليلة عطلاتها وقليلة مصاريفها. يعني تقصد تسقيط هذه العجلات؟ أي تسقيط، يعني هاي السيارات صار لها أكثر من 25 سنة، 20 سنة تعمل. يعني الإنسان يصير عمره 50 سنة هم يقوم يصير تدريجيا تنازلي. طيب استاذ شفاء، هذه العجلات كما ذكرت حضرتك انه يعني متعبه، بالتاكيد ايضا محركاتها تنفث دخان مضر للصحه، هو يعني مؤثر. الموضوع انه تعرف انت البيئه الصحيه، البيئه اليوم احنا نتوخم المعامل داخل المحافظه، الشركات انتاجيه داخل المحافظه دائما تكون لازم خارج المحافظه وعلى حدود المحافظه، فهذه السيارات ايضا تنقل امراض وتنقل كل المحتويات اللي مطلوبه. سيد احسان نرحب بك معنا قناه الموصليه. عندنا موضوع عن السيارات المتهالكه، الكوسترات، الكيات، تعمل على الخطوط الداخليه لكنها تعبانه. نعم، المواطن نعم ما يرتاح بالكرسي، ما يرتاح. نعم يعني نعم نعم نعم. رايك سيد العزيز، احنا بالبدايه نشكر مجلس محافظه نينوى والمحافظ والمسؤولين الذي هم مسؤولين عن هاي المسائل، فنحن اخوتهم. احنا اللي نرجو من عندهم يرجعون قراج باب الطوب. اذا رجع قراج باب الطوب راح تصير حركه، راح تصير كل منطقه لها خط. هسه اكو ناس تتعان تمشي مسافات على ما تصل الكوستر ليعبر عن نبيونس، وكلها مجمعه بالنبيونس، هي نفس الحاله، نفس المقارنه، ان كانت بالنبيونس وان كانت بباب الطوب نفس الحاله. احنا اللي نرجوه يعني منطقه هذا الجانب شويه تعرفون تعبوا داعش وربع داعش ونهوا البنى التحتيه مال البلد، فاللي نرجوه اذا رجعت الكوسترات خطوط مال الرفاعي ومال الزنجيلي ومال الجديده، كل خطوط المدينه تقصد، ومال وادي حجر، ها، فهنا نفس المقارنه. هسه المواطن قاعد يركب من يعني يروح عنا بيونس هم يرجع يركب بكوستر الاخر. سيد احسان، يعني سيارات الكوسترات الكيات اغلبها تعبانه، يعني ونعم طبعا هذا بالدرجه الاساس، هذه ما تاثر على المواطن، هذه بالدرجه الاساس، يعني مر وقت من الزمن فانتهت، يعني رجل كبير صلاحيته انتهت، رجل كبير ما بيحيل يقدر يشيل له علاقتين، والشباب تجيبه شباب شباب والشايب شايب. فاللي نحن نرجوه من اخواننا المسؤولين ان ينظرون بعين العطف على هالناس هذه، وهذول كلهم اخوتهم، واللي راجي منهم يسمحون مجال للشركات اللي تقدر تستجيب سيارات نقل جديده. يعني تقصد العفو تسقيط هذه السيارات القديمه؟ نعم، ويجوز طول حديث عن طريق الشركه العامه لتجاره السيارات. نعم، عن طريق تجار. نعم، حتى نعم، يعني نعم، السيارات تكون حديثه بالشارع، حتى الناس ترتاح شويه بنقلها، بمسائلها، بشغلها، فاغلب الناس ما تمتلك سياره. نعم، وتعرف هذه اغلبها دخانها يتعب الصدر، يتعب. نعم نعم، طبعا هذا تلوث بالبيئه. نعم طبعا تلوث بالبيئه. استاذ العزيز، احنا اللي نرجوه من المسؤولين ان ينظرون بعين العطف على هالناس هذه، والله سبحانه وتعالى يبشر الانسان اللي يعمل عمل صالح يرضيه ان شاء الله بجناته. ان شاء الله. وهذا بلدنا، وما نجيب غيرنا يعمروا، لازم احنا نتكاتف ان شاء الله ونعمر هذا البلد ونكون على صيغه صحيحه. بارك الله فيك. ما خاطئه. طيب تعاونكم مع هيئه النقل، اكو تعاون مثمر ممكن؟ طبعا احنا وهيئه النقل، احنا وهيئه النقل كلمه واحده ان شاء الله، لا يعني ما عندنا شيء مع هيئه النقل نختلف معهم، لانه اذا اختلفنا مع هيئه النقل راح نختلف مع مرور نينوى. احنا وهيئه النقل ومرور نينوى ان شاء الله كلمه واحده لخدمه مدينه نينوى وابناء نينوى. طيب استاذ شفاء، عندكم لقاءات مع السائقين تلتقون بهم وتسمعون مشاكلهم؟ دائما نلتقي بهم، يعني اذا صح التعبير انه بالاسبوع بالعشر ايام، مرات تصادف كل شهر. عند ما تحدث اي مشكله اللي هي خط من الخطوط او جهه من السواق، جهه من 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 الاعضاء، كلهم نحتويهم بمشاكلهم، بقضاياهم، بمعوقاتهم، وبابنا مفتوح 24 ساعة، إذا أكو أي مشكلة لسائق
أو لأي عامل في محافظة نينوى احنا مستعدين نتعاون معه بشرط أنه ننهي هذه المشكلة. أستاذ شفاء، يعني هناك خطوط المواطن يطالب يعني فتح خطوط جديدة، مثلا خط المامون نبي يونس، خط وادي حجر نبي يونس، هذه الناس متعبة تأتي من أماكن بعيدة إلى دورة السواس، يعني تعرف والله في النية أكو خطة أنه بالتعاون مع هيئة النقل إن شاء الله راح نلتقي مع السيد مدير هيئة ونتواصل خلال أيام قريبة إن شاء الله قليلة حول هذا الموضوع. أنا ناقشته قبل فترة، أنا سويت زيارة إلى سيد أستاذ معن طبعا مدير هيئة النقل، وصار حديث بيني وبينه حول هذا الموضوع. قال إن شاء الله إحنا ما عندنا أي مانع، لكن هي الشوارع الخطوط الإعمار ثورة الإعمار مما يتسبب إرباك في عملنا كثير. طيب يعني أكو معالجات ممكن نخلص من هذه السيارات؟ إحنا كل موضوع تصغير. كل موضوع أستاذ العزيز كل موضوع بيفد عقبة، إحنا نحاول أن نذلل هذه العقبة. يعني الرجل مدير هيئة النقل مستعد للتفاوض في أي لحظة وفي أي مكان. تعود موديلات بعض هذه السيارات إلى عصر السبعينيات من القرن الماضي، وتعد وسائل المواصلات القديمة من أكثر مسببات تلوث الهواء في المدن الرئيسية، وذلك بسبب مكونات الملوثات التي تنفذها تلك المركبات في الهواء نتيجة حرق الوقود بكثافة، حيث أصبح الهواء الذي يتنفسه الإنسان في المدن الرئيسية تخطى الخط الأحمر الذي يعني حدوث أضرار صحية للسكان. وبغيت التعرف على رأي بيئة نينوى، التقينا بالأستاذ نشوان شاكر مصطفى مدير إعلام بيئة محافظة نينوى، والذي سألناه فأجاب. في البداية لابد أن نرحب بقناة الموصلية الغراء ونرحب بالمشاهدين الكرام، خصوصا القناة يعني طاعت أفسحت المجال لنا للتحدث بالمواضيع البيئية والتي تسهم من شأنها في توعية المواطنين. بالنسبة للواقع البيئي واقع النقل للسيارات طبعا واقع متردي جدا. أولا لا توجد يعني سيارات، يعني ما نقول حديثة وإنما سيارات مقبولة. السيارات اللي موجودة كلها متهالكة، قديمة، محركاتها قديمة، تنفذ الغازات، لا توجد مسارات من الأشخاص من مكان ينتقلون فيها إلى المكان المرجوة. لا توجد هذه المسارات، يعني خطوط نقل. لا توجد جراجات حديثة أيضا، وبالتالي نحن يعني نتمنى أن نقول نرجع إلى سابق عهدنا اللي هو كان يمكن فترة السبعينات أو الستينات. الكل يعرف أنه مصلحة نقل الركاب نسميها بالمصطلح المصلاوي الأمانة الحمراء، كانت سيارات نظيفة محترمة تراعي يعني الإنسان من الشخص من يقعد بيها، وبنفس الوقت أكو قطعة من الأمانة وكل أمانة عليها رقم معين، زين الخطوط معروفة، التوقيتات أيضا معروفة، يمكن كان كل نصف ساعة تنطلق من الجراج. فنحن أريد أيضا تحديث قطاع النقل في الموصل. أنا أكاد أقول أنه لا يوجد قطاع نقل في الموصل، الموجود هو عبارة عن نقل عشوائي، سيارات متهالكة، لا توجد جراجات للانطلاقات، لا توجد مسارات. ممكن أنطيك مثال، الكية تجوب من غرب الموصل في الساحل الأيمن، خلينا نقول من منطقة مشيلفة، تصعد اليرموك موصل الجديدة وصولا إلى وادي حجة ثم إلى مركز المدينة وتعبى والجسر وتنطلق إلى ممكن حتى النبي يونس والجوكجلي أو للجامعة. هاي مسافات تقطعها طويلة السيارات، تشكل ضغط على الشوارع، تنفذ تستهلك كثير من الوقود، وبالتالي تنفذ كثير من الغازات المضرة للبيئة ومضرة للهواء، وخصوصا نحن العراق حاليا مقدم على تكييف قطاع النقل نتيجة لأنه متأثر بالتغيرات المناخية، خصوصا بعد ما وقع العراق اتفاقية الحد من التغيرات المناخية في هي اتفاقية باريس وحضور اتفاقية كلاكسكو مؤتمر الكوكب أو مؤتمر قمة المناخ. أستاذ نشوان، حتى المواطن يقول أنا من أركب هاي الكوستر الكي ما أرتاح، لأن أغلب مقاعدها مكسرة، شبابيكها مكسرة، يعني أيضا يعني ما أرتاح هذه المركبات لا تتوافر فيها الشروط، كل الشروط، لا شروط المتانية
ولا شروط مثل مظهر اللائق للشخص اللي يركب بالي السيارة. يعني الكيشنات يعني كلها ممزقة، ممكن حدائد، ممكن واحد من ينزل حديدة من الكرسي تعلق في ملابسه تتمزق، لا بيها يعني بالصيف تكون حارة بالشتي باردة زين، يعني ما بي حتى وسائل تكييف، يعني سيارات يعني تعتبر أنا أقول حتى هي نفايات يفترض أن تذهب إلى المقابر. زين أستاذنا، شلون نجي على موضوع البيئة اللي هو اختصاصكم؟ نعم. تأثيرات البيئة لهذا هذه الدخان، هذه الأبخرة اللي تصاعد بالجو. سؤال جدا حلو. نعم. نحن بعد 2000 يعني بعد عمليات التحرير نلاحظ أن المركبات الخصوصي، السيارات الخصوصية ازدادت بالشارع، ويكاد كل بيت يمكن يمتلك 3 سيارات من نقل خاص. نعم. طبعا هذا احد الاسباب من عدا الرفاهيه، السبب الثاني انعدام النقل العام والنقل الجماعي. هذه السيارات بهالعدد الهائل اللي تصير بالموصل راح تشكل ضغط قوي على البيئه، وتشكل لنا هم بيئي كبير بسبب ما تستهلكه من الوقود، راح تستهلك كميات كبيره من الوقود، وبالتالي راح تبعث غازات ضارة بالبيئة، وخصوصا في نوعية الهواء، يعني راح يكون جودة الهواء رديء جدا، مؤثر على الإنسان، مؤثر على الإنسان طبعا. هناك تأثيرات، لأن راح تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد أخرى من مركبات كيميائية خطرة، هذه راح تأثر على صحة الإنسان، وليس فقط تكون تأثر على صحة الإنسان وإنما تشكل يعني عامل سلبي جدا على نوعية الهواء بالمدينة. وتلاحظوا أن نوبات يعني في المغرب تكون المدينة مليئة بالدخان. نعم. وكذلك مسألة، نحن حاليا موضوع الساعة مسألة التغيرات المناخية اللي حاليا وزارة البيئة والسياسة العليا في الدولة مهتمة بهذا الموضوع. نعم. أنه هذه المركبات تصدر ثاني أكسيد الكربون اللي يعتبر عامل جدا قوي في إحداث التغيرات المناخية، واللي تكون هو تحدي كبير جدا للبيئة. شلون تقيم واقع النقل مدينة الموصل؟ والله يا أخي العزيز، أبشي النقل بمحافظة نين، يعني بالعراق كله نينوى. ليش؟ قراجات ماكو، ازدحام، شوارع كلها مكسرة، يعني كوسترات ضحك عليها صورة مال حياتنا كلها تعبانة. نعم. السواق متكونين على النفرات. نعم. هي أما يعني شو أقول لك، روح على بقية الجراجات على المحافظات، بس احنا عندنا هوسة وطربقة. نعم. وكلها متجمعة بشارع واحد بالنبي يونس. نعم. هسه لو يسوي لنا مكان جراج، سائق يقعد، سائق يروح يجي، ماكو هيك حالة. سيد عادل، هاي تأثيراتها على البيئة، على الدخان، محركات تعبانة. هم ليش هم أهل الصنف ما يعرفون هذا الشغلة؟ نعم. هم بس احنا السواق كل شيء يعرفون. نعم. أصلا مو بس على البيئة، حتى على البشر. نعم. سيارات لا بريك لا شيء، خطر. نعم. حوادث يمين يسار. شنو المعالجه بتسقيط هاي السيارات ويجيبون سيارات حديثه لو شو؟ لا مو، ما احنا ما نقطع رزق العالم. لا يجيبون سيارات حديثه، سقط هاي الارقام وجيب سيارات حديثه. اخويا يفعلون النقل الخاص. نعم. يفعلون النقل الخاص. نعم. قبل النقل الخاص. نعم. على دهوك، على الشيخان، على بحشيقه، يعني على كل الاقضيه والنواحي اكو نقل خاص. نعم. هسه النقل الخاص ملغي. نعم. يا اخويا. نعم. يمكن حتى هذه من يصلحونها فتره وهم ترجع نفس الشيء. نفس الشيء. إذا ما يفيد من أفساده الدهر يا أخويا. نعم. كمؤشرات بيئية تجاوزت هذه الأبخرة الغازات اللي موجودة، يعني تنفذها عن طريق هذه المحركات وتكون في الجو، تجاوزت الخط الأحمر برأيك كمؤشر بيئي؟ والله كأرقام محدد، يعني كان أعطيك إحصائية أو أرقام ما أقدر، لأن احنا عندنا محطات متنقلة وثابتة لفحص الغازات الموجودة في الجو. نعم. لكن هذه المحطات بفعل يعني العمليات العسكرية الأخيرة والهجمات الإرهابية. نعم. توقفت عن العمل. نعم. فما عندنا بيانات، بس نستشعر أنه طبعا
انه الهواء غير جيد في مدينه الموصل. نعم. يعني احنا نامل ان لا يصل الى مستويات عاليه بحيث تؤثر على صحه الانسان. نعم. اللقاء الاخير لوزير البيئه الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي يعني وعد انه هناك راح تزود مديريه بيئه نينوى بمحطات واجهزه محموله لقياس نوعيه الهواء وكذلك مختبر بيئي متنقل. نعم. ننتظر خصوصا بعد الحمد لله السماع الاخير انه وزاره البيئه استقلت أمس بقرار، نأمل أنه إن شاء الله تصلنا الأجهزة بأقرب وقت، هذه الأجهزة في طور التعاقد حاليا. طيب أستاذ نشوان، يعني بالتأكيد أكون معالجات بيئية للحد من هذه المخاطر على صحة الإنسان وعلى البيئة اللي محيطة بنا. نعم، المعالجات أكون هناك معالجات ضمن سياسة الدولة. يعني حاليا الدولة أطلقت وثيقة المساهمات الوطنية المحددة. نعم. هاي الوثيقة تمثل السياسة العليا للتقليل من الانبعاثات الكربونية في كافة القطاعات. لا. الدولة وطبعا تمثلها هي وزارة البيئة. لا. فإيش معنى أنه خفض الانبعاثات الكربونية؟ يعني كافة القطاعات سواء قطاع نفط، قطاع إنتاج كهرباء. لا. قطاع نحن نحكي هوني موضوعنا الخصوص قطاع النقل. حاليا الدولة ماشية بمشروع متبنية مشروع أنه لازم تشجيع قطاع النقل العام حتى لو يكون مستثمر. لا. وحتى نقلل ونخفض من عدد المركبات وبالتالي نقلل من الأنشطة الملوثة على الهواء. طيب يعني برأيك إذا في حال يعني إصدار قانون من البرلمان يلزم تسقيط هذه العجلات والإتيان بأسطول حديث لعجلات حديثة، ممكن نحد من هذه المشاكل وتستقر بعض هذه الملوثات؟ نعم طبعا هذا القانون سوف يسهم في تحسين واقع البيئة وخصوصا واقع مسألة ملوثات الهواء، يعني تحسين جودة. نعم. الهواء بشكل كبير جدا. نعم. لأن نحن سنقضي على كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. إذن نحن نأمل أن يصدر البرلمان من هكذا قرار إسقاط السيارات المحركات المتهالكة، حتى نأمل أنه قبل أنه يكون هناك مفارز لفحص السيارات اللي بالشارع إيش قد يعني، هل هي محركات مستهلكة أو لا، حتى اللي مستهلك يعني يلزم أن يذهب إلى تصليح سيارته. وأكو إجراءات أخرى هي مسألة التسجير وإنعاش المحميات. لا. لأن أنت تعرف حزام أخضر تقصد؟ حزام أخضر. لا. كل شجرة تصدر الأكسجين اللي هو ضروري للحياة. لا. وتستهلك كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. لا. كل شجرة واحدة. طيب كنصيحة يعني من مختص في البيئة حتى يعني نحد من بعض المشاكل البيئية وهذه العوادم اللي تنفث هذا الدخان المضر للصحة، كنصيحة بيئية. والله كنصيحة بيئية نحن إن شاء الله نأمل من المواطنين اللي يتجهون إلى أساليب يسموها من الطبيعة. لا. أو من الطاقة يعني أساليب صديقة للبيئة. لا. يعني يستخدمون إذا كان عندهم مسافات قريبة، يعني نحن نشوف مثلا رايح للجامع أو رايح لل حتى في داخل الحي اكو سوق رايح بالسياره، ممكن ان يستخدم يعني الدراجات الهوائيه، هذا يكون يعني. ونامل ان البقيه الاخرين ان يعني يحسنون من محركات سياراتهم بحيث ما تنفذ يعني كثير من الدخان، وهذا معمول موجود بينه بالمنطقه الشماليه بكردستان، يعني هناك انه فحص دوري كل سنه لكل عجله من السياره. تحتوي أبخرة عوادم السيارات على مواد كيميائية سامة معينة بما في ذلك أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والبنزين والسخام، وكلها يمكن أن تضر بجسم الإنسان إذا تم استنشاقها بكميات كبيرة باستمرار. وبغيت التعرف على الرأي الطبي التقينا بالدكتور يوسف مؤيد البدراني مدير مستشفى الموصل العام والذي حدثنا قائلاً. الدكتور يوسف مؤيد البدراني مدير مستشفى الموصل العام، مرحب بك معنا في برنامج تحقيق في قضية قناة الموصلية. أهلا وسهلا بكم في مستشفى الموصل العام. دكتورنا يعني تعرف واقع النقل في مدينة الموصل متعب. نعم. يعني بعد عمليات التحرير، يعني كشخصية طبية كيف تقيم هذا الواقع برأيك؟ والله أستاذنا العزيز طبعا كما تعلم نحن أبناء هذه المدينة ونحن نسير في شوارعها ونسكن في بيوتها ومتواجدين فيها،
فللحقيقة الواقع النقل بشكل عام هو واقع يحتاج إلى معالجات جذرية، من ضمنها أنه النقل العام فقد في مدينتنا ويحتاج إلى إعادة تأهيل. فكما تعلم أنه كان في فترات يعني في أوقات أخرى كان هنالك مصلحة نقل الركاب، وكانت سيارات نقل عام تخدم المدينة بشكل عام، وحتى كان القطاع من كنا طلاب في المدارس كانت بمبالغ أقل من المبالغ التي والتعرفة اللي هي للمواطنين، كانت للطلاب التعرفة أقل، وكان النقل جيد. وكما تعلم أنه كانت دائرة المرور مسيطرة على النقل وعندها قوانين مثبتة في موضوع النقل بشكل عام. دكتور، يعني في ظل كل هذا هناك سيارات متهالكة لا زالت تعمل، يعني 40 عام أكثر من 40 عام تعمل في الشارع يعني تعمل كنقل خطوط للمواطنين. هذه تنفذ دخان وأبخرة، تأثيرها كطبيب يعني كرأي طبي على صحة المواطنين؟ إذا نجي كرأي طبي على هذه السيارات المتهالكة التي تسير ونجدها في شوارعنا في كل مكان، في الجانب الأيمن والجانب الأيسر وفي الأحياء، كثير من هذه السيارات يعني أكل الزمان عليها وشرب. هذه سيارات أصبحت أثرية في بعض البلدان وتوضع وتظهر للناس كتاريخ لهذه الشركات التي أنتجتها. نحن هذه السيارات الآن متواجدة في مدينتنا، هذه السيارات أغلبها الغازات السامة اللي تطلقها منها غاز أحادي الأكسجين وثنائي الأكسجين ثنائي أكسيد الكربون وأحادي أكسيد الكربون، هذا وكثير من الغازات الأخرى السامة اللي ممكن تؤثر على الجهاز التنفسي. نحن كأطباء نحن هذه الغازات لها تأثيرات سمية على الناس وعلى الأطفال. كما تعلم نحن الآن في أوقات مدارس ممكن هذه الروائح تؤثر على الأطفال، وكما معلوم أنه جائحة كورونا ووجود هذه الجائحة اللي هي أساسا تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير. فإذا هذه السيارات موجودة وهذه الغازات التي تخرج منها بكميات كبيرة جدا وبعضها يعني تحوي محركات متهالكة، هذا يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة لأطفالنا ولأبناء مدينتنا العزيزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد إبراهيم، شلون نشوف واقع النقل بمدينة الموصل؟ شلون نقيمه كمواطن؟ الوضع تعبان. ليش؟ لأن يعني وضع سيارات تعبانة ووسخة وشوارع ضيجة. نعم. مكان للنقل ماكو. نعم. يعني تقصد جراجات ماكو؟ جراجات ماكو، نعم. وسيارات يعني هذه كوسترات ما كوسترات يعني قديمة تمشي بالشارع لحد الآن. نعم. يعني صار 40 سنة. 40 سنة عمرها. زين أنت من تركب الكوستر ترتاح؟ لا والله ما أرتاح. ليش؟ هو على مود كشنته تعبانه ودخنها بتاثر على النفر اللي تصعد بيها. زين شنو الحل برايك؟ الحل والله الا مثل تصغير سيارات موديلات هالشكل، يجيبون احدث من عندها، يجيبون سيارات حديثه. سيارات حديثه بالضبط. حتى يعني يتحدث هذا الاسطول. نعم نعم. يصير عندنا جراجات عافيه. نعم. زين يعني انت من تركب بالكوستر وشوف هاي الناس، ناس يعني نفرات كثيره، يعني بالتاكيد بقعدتك ما ترتاح. نعم اي والله ما ترتاح. صحيح. يعني تيجي سيارات حديثة شوية مكيفة بالضبط، هو هذا الحل الأمثل للمشكلة هذه. ليش سياراتكم تعبانة الكوسترات؟ تعبانة النقل ما أنه هو تعبان يعني قاعد أقول لك أنا أجي من حي الرافدين إلى النبي يونس النفر 500 وشغل. لا عفواني مو اقصد هذا، يعني سياراتكم ما تحدثت بعد عتيقة. النقل ماكو ولا لو انا مثل يطلنا السيارات احسن يقصدونها علي انا اشوف اقصادات او شيء يعني شغلات احنا نقدر. لا يعني قصدي على الوضعيه ما يقدر يشتري احنا. قصدي لو تسقط وتجي سيارات حديثه مو افضل؟ اي نعم يسقطون يعطونا سيارات حديثه مكانها وشوف شلون. نعم يعني مثلا يصدر قانون يسقطونها يعطونك مثلا تعويض مكان هاي السياره. تعويض سياره ويقصدونها عليك اقصاد. سيارته البس مشغلته رسميه ينطونه مقابل السياره ويقصدونها عليه
هاي شغله يعني تعتبر عن نقل يعني هاي. زين سيد مهدي، شوف المواطن راضي بهاي السيارات القديمه؟ لو المواطن راضي، بس احنا اكثر دقنا على الساحات يعني العدل. لو عندنا قراجات عندنا قانون شويه يصير نظام بعد احسن يعني. يعني احنا نظام ما عندنا. نعم. هذا اللي مأثر عليكم. اي النظام ماكو احنا، بس لو يصير نظام عندنا يصير عندنا خط وشغله رسميه. بس خط حي الرافدين يعني هو اللي اشتغل بالايمن كله. زين هذين الكوسترات كلش قد تصلحون هنا تعبرون المحرك؟ مش قد تشتغل يعني تعبانات استهلاك تعبانات اي استهلاك لو تجي سيارات حديثه يمكن طبعا لو تجي سيارة حديثه شوية يرتاح ثانيه النفر يرتاح سائق يرتاح. دكتور يعني المعالجات حتى ينتهي هذا الجدل السيارات المتهالكة برأيك، هل هو في تسقيطها وجلب أسطول حديث أم لك رأي آخر؟ نعم، أولا التسقيط هذا شيء مهم جدا، وكما كان يجرى في السابق. نعم. كانت هنالك كثير من السيارات. نعم. بتواريخ معينة تسقط من العاصمة وبتواريخ أخرى تسقط من مراكز المحافظات. نعم. وتجد مع مرور الوقت هذه السيارات تضمحل وتنتهي من في المحافظات. المهم جدا هو تسقيط هذه السيارات، وحتى لا يكون قطع لأرزاق الناس ممكن أن تبدل هذه السيارات مثل ما يجرى في كثير من الدول، ومن ضمنها مثال بسيط مصر والدول المجاورة لنا، اللي عن لاحظوا أنه هذه الدول تعطي للمواطنين اللي عندهم هذه السيارات المتهالكة سيارات بأقساط مقبولة، لأنه هو يعمل في العمل العام وممكن تخدم وتتغير نظرة المدينة، وخاصة أنه نحن الآن نسعى إلى أنه تكون محافظتنا محافظة متميزة ونرتقي بمحافظتنا وببلدنا نحو الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور الهواء اللي نستنشقه داخل مدينة. نعم. الموصل برأيك رأي طبي تجاوز الخط الأحمر من خلال هذه الأدخنة؟ والله كما معلوم السيارات وعوادمها. نعم. ووجود هذه المولدات المتهالكة والتي هي في الأساس. نعم. محركات لسيارات. نعم. متهالكة. نعم. هذا أثر على. نعم. المدينة كثير وأثر على البيئة بشكل عام. نعم. نعم. الآن تجد أنه البيئة في الموصل ليست كما عهدناها سابقا، وذلك بوجود هذه الغازات السامة اللي منتشرة في كل حي وفي كل منطقة. نعم. في الموصل. نعم. برأيك يعني كرأي طبي معالجات حتى ننهي يعني موضوع السيارات المتهالكة ما عدا ما ذكرنا تسقيط، أكو. نعم. معالجات أخرى؟ والله يعني أنت كما تعلم أنه دوائر المرور هي من الدوائر المهمة. نعم. والمؤثرة في المجتمع. نعم. فنحن نتمنى ونحن نعرف دائرة مرور الموجودة في محافظتنا من الدوائر الجيدة إن شاء الله، وفيها ضباط كفؤين ومتميزين. نتمنى عليهم تفعيل كثير من القوانين، منها في حالة أنه وجود هذه السيارات اللي المتهالكة أنه إيقافها وتنبيه أصحابها بالقانون في أنه يجب أنه إصلاح الأعطال اللي موجودة في السيارات لحين أن تنتهي هذه السيارات من المجتمع وفي الطرقات إن شاء الله. كنصيحة طبية يعني رأي طبي، نصيحة طبية للمواطن لأصحاب هذه السيارات رأيك؟ والله مواطننا العزيز يجب أن يعني هو صاحب هذه السيارة هو جزء من المجتمع. نعم. وكذلك المواطنين حتى اللي يكونون بالقرب من هذه السيارات سواء كان في المنطقة التي يسكن فيها وسواء كان في الشارع، نتمنى على صاحب المركبة أنه يصلح سيارته ويحاول بالتغيير نحو الأفضل، لأنه كثير من هذه السيارات ممكن والله أعلم أنه هي هذه السيارات بالمحصلة تستهلك حتى أمواله. فالرجاء أنه هو يحافظ على صحة المجتمع ويحافظ على صحته وصحة عائلته، ونتمنى السلامة للجميع.
تسقيط السيارات القديمة واستحداث أسطول نقل حديث للعمل داخل المدينة هو الحل الأمثل لإنهاء مشكلة هذه السيارات المتهالكة التي أثرت وتؤثر على حياة الناس بشكل يومي.